السلام عليكم. اليوم نروحوا للملعب تاع دويرة لنقف على آخر التطورات اللي طرأت في المشروع هذا. وأولا هي البدء في عملية تغليف الحواف تاع الملعب بالقدرون، وهذا يعني أنه عملية التراسمون تهيئة تاع الأرضية قد انتهت، ما بقاتش التراب زائد، يعني مسح تراب زائد أو كذا. إذن هذه العملية تاع الفينيسيون تدخل في إطار الفينيسيون تاع الأرضية، وهذا يدل على أنه عملية الزرع تاع الملعب هذه ستبدأ يعني ابتداء من غد إن شاء الله، وهذا ندخل في مرحلة جديدة نتاع يعني غرس العشب الهجين هذا اللي راح يكون في أرضية هجينة فيه يعني مواد سينتيتيك في الأرضية مخلطة بالتربة الطبيعية. نترككم مع تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.